ليكم 7 سنين متزوجين وما في أطفال، تفكروا تجيبوا أولاد؟ لا مستحيل. قررتوا أنكم تتطلقوا؟ نو. مين فيكم المسيطر؟ رجالة وحشة ورجالة خاينة. تفكري في يوم أنك تشلح الحجاب؟ انتوا صانعين محتوى بس ما شفناكم على عملتوا تعاون مع احد من مشاهير أنس وأصالة. فيك قوي. هلو حبايبي، كيف انا؟ قبل ما نبدا الحلقه حقت اليوم لا تنسوا في عندنا جوائز مره كتير على قناه مزاج، كمان اعملوا اشتراك لقناه مزاج تحت دلوقتي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده ووصلوه ل 200,000 لايك. اهلا وسهلا. ازيك؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. ريم وبربري اول حاجه منورينا اليوم في هوس الجمال. السؤال اللي دايما ينسالكم انه كيف تعرفتوا على بعض وليه قد كده تحبوا بعض؟ كنت 19 سنه تقريبا، ممكن قبل كمان، كنا بنتمرن رياضه اسمها باركور مع بعض. اوكي. ووقتها كنا اللي هو شافني في تمرين وانا كنت حاسه من الاول ان هو معجب بيا، بس العلاقه قلبت بصحوبيه قوي، يعني حلو. كنا بيست فريندز جدا جدا جدا، نحكي لبعض كل حاجه، نتكلم كل يوم، ننزل ونتمرن مع بعض، ناكل مع بعض. كم سنه قعدتوا بيست فريندز؟ 2 years. اوكي. اصحاب اصحاب جدا. قوي. بس هي الفكرة ان انا حاسة ان صعب يبقى فيه اصلا best friends ما بين ولد وبنت، ساعات بيبقى فيه حاجة الا لو حد فيهم يعني already مثلا مع حد تاني او كده، بس كان في الكيس بتاعتنا في expectation ان انا هغلطك هنا الصراحة. انا عارفة في ناس كتير عارفة ليه انا كل يمكن اصحاب البست friends حبوني شباب. لا ما انا كمان يعني على فكرة انا معظم صحابي ولاد، يعني بربري حتى هرب ده مش بربري مش من النوع اللي بيغير قوي، بس انا فعلا اقرب صحاب ليا ولاد. لحظة، والتو بيست فريندز بتوعي ولاد. بتغير قوي؟ لا مش بغير خالص. انت مش بتغير خالص؟ لا بغير اكيد طبعا، بس يعني من حاجات معينة، من ناس معينة. من ناس معينة زي مين؟ لان احنا اصحابنا إيه؟ يعني الصحاب الولاد اللي هي بتتكلم عليهم دول صحابي انا. اوكي. اوكي. فعشان كده يعني مفيش جيلسي او مفيش يعني غيرة ما بيننا خالص، لان I trust them 100%. يعني انا بثق فيهم كل واحد ثقة عامية. يعني ساعتها لو هي عندها best friend ولد انا معرفوش، انا ساعتها بغيره. الغيرة بتاعتي بتيجي من مكان مختلف خالص. الغيرة بتاعتي مش عشان انا مش بثق في ريم، انا الغيرة بتاعتي عشان انا مش بثق في اي راجل في العالم خالص. ليه؟ عشان انا عارف الرجالة بتفكر ازاي. بتفكر ازاي؟ مش هينفع اقول. هذه الكلمة دايما اسمعها، انه ما اثق في الشباب حول العالم، او ما اثق في الشباب اللي حواليه. ليه؟ ايش السبب اللي ممكن يخليك ما تثق في الرجال؟ بصراحة يعني انا مش بثق في الرجالة عامة، لان اي راجل او اي ولد بيبقى صاحب لبنت لازم على طول ان هو بيبقى لي فيه علاقة ما بينهم، او يعني لازم ان هو يبقى متوقع ان فيه علاقة ما بينهم. مش لازم على فكرة، هو مفيش، انا مش بقول ان هو بيبقى فيه علاقه، انا بقول ان هو بيبقى فيه توقعات من جواهم ان ممكن يحصل حاجه، بيبقى فيه فرصه ان ده يحصل. اتزوجتوا من بعد سنتين بيست فريند ولا حبيتوا بعض كمان من بعدها؟ دخلنا في علاقه الاول. اوكي. وعلى فكره معلش عشان اصحح حاجه قالتها، يعني احنا السنتين اللي كنا اصحاب فيهم دول انا كنت يعني اي هاف فيلينجز. مين قال احبك للتاني اول؟ انا قلت الاول. الله يا رومانسي. يا رومانسي. وهي قالت لي لا. يعني رفضت وقلت له لا، يعني قلت له كده بلونت يعني. بس هي يعني بس برضو يعني اسبابي فعلا كانت ساعتها منطقيه، وكنت خايفه على العلاقه بتاعتنا بجد. احنا خايفه انك تخسري العلاقه الحلوه اللي بينكم، بالذات انك كنت قبلها في علاقه مش مع اداني من الرجاله، مع اداني من الريليشن شيبس، من الارتباط نفسه. قد ايش تحسي انك حقيقيه قدام بربري؟ على 10؟ على 10؟ 10. في مره اتضاربتوا او صارت مضاربه كبيره بينكم وقررتوا انكم تتطلقوا؟ لا ابدا. ابدا خالص. اتخيلتي في يوم حياتك من غير بربري؟ اه. كيف كانت؟ هبقى حد وحش قوي. ليه؟ ما حصلش. طيب خلاص. انا هنا اهو، انا هنا.
I love you guys. ما شاء الله ما شاء الله. I love you guys. طب أنت تخيلت يوم حياتك من غيرها؟ آه. كيف شكلها؟ سيئة، سيئة للغاية. إيش السيء فيها؟ هتوه، هتوه في حياتي والله. تضيع تحس من غيرها؟ مش عارف تتعملوا في إيه والله العظيم. يعني هوصل لحتة أنا مش عايز أوصل لها خالص في حياتي، عشان أنا كنت عارف أنا عامل إزاي قبل لما هي تخش حياتي، و لو هي مبقتش في حياتي يعني يا جماعة احنا الموضوع بقى صعب أوي. مش عارف أتخيل خالص بصراحة، مش عايز أتخيل، مش عايز أتخيل. أنا ببكي ليه؟ هنا السؤال. طب أنا ببكي ليه؟ إيش هو إيش هو المكان الوحش؟ هفشل في حياتي. أنا هفشل في حياتي حرفياً، يعني حياتي كلها كده. أي حاجة أنا كنت عايز أوصل لها أو أي حاجة كنت عايز أعملها في حياتي مش عارف أعملها. تحسها سندك؟ هي مش سندي، هي هي أنا، يعني أنا حرفياً من غيرها ولا حاجة والله. أنا والله العظيم مش بقول كده وخلاص وعشان تصوير وكاميرات وكده، بس مش هعيط، أنا مش هعيط. يعني هي اللي مخلياني ماشي في طريق مستقيم، وهي اللي مخلاني بمشي أصلاً في الطريق ده. يعني هي مش موجودة، أنا واقف كده ومش عارف أعمل إيه في حياتي. أكتر سؤال مكتوب عندكم قريته إنه ليكم 7 سنين متزوجين وما في أطفال، فممكن نعرف إيش السبب؟ الموضوع ده حساس قوي بصراحة. أنا فعلاً ما ليه حساس ريم؟ عشان موضوع الإنفلونسر نفسه، يعني أي حد صانع محتوى، صانع محتوى، الناس اللي بتتفرج عليه ساعات بتتأثر بكلامه قوي لدرجة إن هم ممكن يقلدوه في حاجات كتير. أوكي. وأنا شايفة إن دي حاجة شخصية جداً، إن أنا مش عايزة كوبل أو مش عايزة حد يكون بيتجوز يعمل زينا وخلاص، لأنه أوكي. مش عارف إيه اللي إحنا بنمر بيه وأسبابنا وكده. أوكي. تاني حاجة إن برضو لو أنا مثلاً شاركت الأسباب بتاعتي، أنا متأكدة 100% إن في ناس كتير هتبقى معترضة أو في ناس كتير هتحكم على ده. أنتوا فاهمين السبب على بعض؟ إحنا فاهمين صح. عشان إحنا الاتنين حاسين ببعض قوي وفاهمين، يعني فاهمين بعض من غير ما نتكلم. طب مستقبلياً تفكروا تجيبوا أولاد؟ لا إحنا بنفكر طبعاً، إحنا عايزين. تفضلوا بنت ولا ولد؟ تفضل قط. ايه اهو ده اللي احنا واجدينه دلوقتي. يعني نفسي يبقى البيت مليان 15 قطة مثلا. بدل البسس، يعني القطط على البيبيز قد كده متعلقة مش هفضلها، بس ممكن يبقوا نفس بالنسبة لي، عندي نفس الحاجة. يعني مش هعمل ده انه ده حيوان وده بني ادم، الاتنين روح والاتنين ايه ده ثانية واحدة بس بالراحة. انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ نينجا. نينجا يا برباري. ماشي نينجا انا فاهمك، بس احنا لو عندنا بيبي. نينجا ابني. لو عندنا بيبي يا جلبي تقول له نينجا ابني. ده قصدي بمعنى انه زيه زي الطفل اولها. ترد عليها لو متضايقه متعصبه زي الطفل. طب انت عارفه انه اسفه على اللي حقوله، عارفه حيجي. لا ما تقوليش. وهذا الحيوان ممكن انه يتوفى. عارفه مين على طول بيقول لي الجمله دي؟ مين؟ بابايا، عشان هو اكتر حد حاسس بيا في الموضوع ده، وعلى فكره بيكلمني فيه بجد. مش عايزاها تحصل. لو لا ان شاء الله، لا ان شاء الله اموت قبله. لا بعيد الشر للدرجه هذه تحبيه؟ انا عمري ما سالتها السؤال ولا عمري اتكلمت في الموضوع ده. مين فيكم المسيطر؟ اوه. صعبه دي فعلا. لا مش ما فيش كده، حاسه ان احنا الاثنين خالص والله، احنا الاثنين موازنين العلاقه. هو مش اللي هو النوع اللي كل حاجه هتمشي برايي. برباري مش كده خالص خالص.
وفي نفس الوقت انا ما يعني ما هو السيد لا لا لا, لا خالص, خالص خالص. في نفس الوقت الاحترام اهم حاجه, يعني انا برضو في احترام ان هو لازم يبقى راضي عن كل حاجه انا بعملها, وانا برضو يعني هو بيديني برضو الاحترام ان انا ابقى راضي عن اللي هو بيعمله حتى لو مش مفروض ان انا ياخد رايي فيها, بس برضو بياخد رايي في حاجات كتير, فده بيخليني انا ابقى عايزه اخد رايي, باخد رايها في كل حاجه. انا عارفه ان ناس كتير بتقول ان انا وبربري ناس بتشجع على الجواز وان الجواز حاجه ناجحه ونفسها الناس كلها تتجوز. انتوا صانعين محتوى وعايشين 5 سنين في دبي, بس ما شفناكم على عملتوا تعاون مع احد من مشاهير دبي, ايش السبب؟ جربنا قبل كده في مره, بعتنا يعني الاثنين كابلز تانيين برضو. لا هم كانوا يعني هم كبار, يعني احنا مش زعلانين خالص, يعني انا سواصاله بس هم اوكي اوكي بس احنا كنا احنا فعلا ساعتها كنا يعني لسه يعني كناش كبار يعني خالص, وهم كانوا كبار قوي. حلو انه كيف بطعتوا للناس مو بس لبعض اسباب انه زي اسباب لعدم انه ما عملوا الشيء هذا, حلو هذا هذا التفكير. بس برضه بصراحه في يعني مش عارفه اقولها ازاي للاسف, بس بحس كتير ان احنا ناس كتيره قوي فيك قوي, لدرجه ان انا حاسه ان لو قابلناهم في الحقيقه انا مش يعني هيبقى الموضوع مجرد بيزنس بس, او ان احنا نعمل فيديو مع بعض بس, وحاسه اني مش هبقى مبسوطه, مش هبقى مرتاحه, لان دايما انا وبربري متعودين اي حاجه بنعملها تبقى حقيقيه. هل الحجاب أثر عليك في السوشيال ميديا؟ لا خالص. تفكر في يوم أنك تشلح الحجاب؟ لا مستحيل. بالنسبة أنا هكلم على الحجاب بس, بالنسبة للباركور مثلاً, باركور رياضة كلها شقلبة وتنطيط ومش عارفة من في الشارع كمان, يعني بتتعمل في الشارع وكده, بحس أن الحجاب أصلاً بيحميني ان انا لما بعمل حاجات دي ان اللي هيتفرج عليا هيشوف السكيل, مش هيشوف شكل جسمي, مش هيشوفني ان انا حد بعمل حاجه فيها اغراء, هو انا بوريك السكيل بتاعتي, شوف الحاجه اللي انا بقدمها. ايش الفكره انه ما تحطي ميك اب؟ لا هو انا بالنسبه لي الميك اب مش ما بحبوش, بس بخاف اتعود على شكلي بالميك اب, ان انا لما اشيل الميك اب واخرج كله يبص عليا ايه ده شكلك تعبان, ايه ده هو فيكي ايه ومش عارفه ايه. احنا مجتمع ذكوري ما نقدر ننكر الشيء هذا صح؟ لا مش موافق. اتفضل اطلع من الاستوديو لو سمحت. قال لي كبرنا عليه لا البنت صح. مكانها المطبخ, مكانها الأولاد, مكانها البيت, تطبخ لي, تعمل لي, تدلعني. إيش رأيك في الكلام هذا؟ قبل كده يعني الجيل اللي أنا تربيت فيه من اللي أنا شفته كلامك صح 100%, بس أنا شايف إن دلوقتي الموضوع بيتغير الحمد لله. يعني في حتة قوي بشوفها كتير مثلاً, أنا لوحدي تمام, وأنا أقدر أشيل نفسي, وأنا أقدر أعيش لوحدي ماشي. ما هو أي حد يقدر يعيش لوحده, أي حد يقدر يشيل نفسه, بس يعني انا ليه اوضح ده قوي ان انا مش محتاجه رجاله يعني ايه المبدا ده؟ ما هو يعني الراجل والست ما هم لبعض, هم بالظبط هم بيكملوا بعض. فالموضوع بيزيد عن حده احيانا, وبيبقى فيه بقى قله ادب و لا بيبقى فيه كره للرجاله. يعني انا دي اللي ما بحبهاش, ان انا حاسه ان الستات بقت بتكره الرجاله, بقوا عاملين كانه كده حزب ستات وحزب رجاله, مش اللي هو يعني مش شخص وحش وشخص حلو. نسيوا ان الموضوع ملوش علاقه بان راجل وست, في ناس كويسه وناس وحشه, مش الرجاله وحشه والرجاله بينسوا حقوق الراجل, بينسوا يعني اللي هو انا عايز اديكي حريتك وعايز اديكي الحقوق بتاعتك, بس ما تلغيش الحقوق بتاعتي عشان انت يبقى ليكي حقوق. ليه يعني خدي حقوقك بس سيبي حقوقي زي ما هي برضو. وفي حاجه كمان انا عارفه ان الستات كلها هت يعني هتكرهني في الموضوع ده, اللي هو انا يعني فلوسي فلوسي وفلوسه فلوسي. يا لهوي. انا يعني انا عارفه ان كل البنات خايفه تقول الكلمه دي عشان كل البنات تقريبا ماشيه بالمبدا ده, بس برضو على حسب كل علاقه السيتويشن بتاعها ايه وكده. بس انا يعني انا وبربري ما بنمشيش مثلا كده, او انا ضد الموضوع ده شخصيا, مش شرط ابقى صح, بس انا شايفه ان هي حاجه حاليا في العالم, لو انتوا عايزين تبقوا مودرن بقى بجد, يعني لو اشمعنى يعني اشمعنى في دي انتوا مش مودرن فيها, لازم يكون في يعني حاجه بتساند حاجه. لو انا اللي بشتغل وبصرف على البيت, يبقى انت ربة المنزل وانت اللي بتنظفي وبتروقي وبتهتمي بالاولاد, وانا مش موجود, وانا موجود هساعد وهعمل, بس خلاص انا ليا الواجب بتاعي وانت ليكي الواجب بتاعك. أوكي. انا وانت بنشتغل يبقى انا وانت مسؤولين على البيت. اوكي الله الله, انت لازم تكون مدرس
والله ايوه عشان الاجيال الجايه من من الشباب تكون شويه كذا منفتحه كده شويه. انا مره زعلانه انه وصلنا خلص الاسئله. ايوه خلاص. والله وانا كمان بسرعه كيفك بسرعه شوفي كده اي سؤال ولا حبيت الاسئله كلها تمام جدا والله انبسطنا قوي. انتوا شرفتوني مره كثير انبسطت معاكم بشكل ما تتخيلوا. والله انبسطنا جدا. اشتركوا بقى بالقناه بتاعتنا ريمو بربري وكمان اعملوا اشتراك لقناه مزاج تحت دلوقتي وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده ووصلوه ل 200 الف لايكس عشان اقول لكم السر لالينا الان ما جابوا بيك لا 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 خلاص اوكي دحين ابغى نطالع في الكاميرا هادي واحد اثنين ثلاثه حبوا نفسكم